أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا الآن مشاهدينا إلى الزاوية الطبية، وزاويتنا الطبية اليوم طبعا راح تكون مع اختصاص جراحة المسالك البولية والتناسلية الدكتور كرم حنا. بداية صباح الخير دكتور، كيف الصحة؟ صباح الخير، كيفك يا أستاذ بكر؟ الله يخليك دكتور. يعني احنا الأسبوع الماضي تحدثنا عن التشوهات الخلقية بشكل عام جنرال، واليوم يمكن راح نركز أكثر على مجال تخصصكم أيضا في مجال جراحة المسالك البولية والتناسلية. اليوم التشوهات الخلقية اللي متعلقة بالجهاز البولي. هلا بالحلقة الماضية ذكرنا أن التشوهات الخلقية عامة على مستوى العالم 6% من الأطفال يولدوا ومعهم تشوهات خلقية. في أمريكا نسبة 3%. بالنسبة للأعضاء، وهذه التشوهات في منها ما هو خارجي ظاهر للعيان، ومنها ما يكون داخلي ضمن أعضاء الجسم غير مرئية وتترك أثرها البسيط أحياناً والخطير أحياناً أخرى. هلأ ما يتعلق بالجهاز البولي التناسلي، يعني نسبة التشوهات الخلقية ليست قليلة أبداً وليست نادرة، وقد تأتي في الدرجة الثالثة بعد تشوهات القلب الخلقية والأوعية الدموية وتشوهات الجملة العصبية وخاصة النخاع الشوكي ومشاكله والدماغ ومشاكله. نعم. هلا بالنسبة للجهاز البولي التناسلي، إذا أخذنا التشوهات الظاهرة للعيان اللي ممكن إذا مو الأهل شافوها الطبيب ممكن يكشفها بمرحلة مبكرة، وبين قوسين بنقول دائما التشوهات الخلقية تظهر عند الجنين بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فيمكن بالإيكو أن تكشف ويأخذ الطبيب بتوضيح الأمور للأهل وأخذ الاحتياطات شو ممكن يعملوا بعد ولادة الطفل أو أثناء على طبيعة أثناء الحمل. نعم. قليل جدا المراكز في العالم، 5 مراكز اللي يستطيعوا أن يتعاملوا مع مشكلة خلقية في تشوه خلقي عند الجنين يؤدي إلى فقدانه الحياة، يعني بيولد ميت. نعم. فلإنقاذ الجنين ممكن إجراء عمل جراحي، وهذا أجهزة متطورة وجراحين متدربين على مستوى عالي. فيمكن إجراء عمل جراحي للجنين، وهذه يقال أنه 5 مراكز فقط في العالم موجودة قادرين يتعاملوا على هالمستوى الدقيق جدا. يعني نسبتها قليلة نلاحظ يعني أمام هذه التشوهات الخلقية، ليش ما منتشرة يعني؟ بدأ تدريب عالي والأجهزة متطورة جدا. جنين، كل جنين طفل صغير. نعم. وضمن الرحم، يعني ما يزال في بطن أمه، مو أنه طفل. جراحة الأطفال غير. نعم. أبسط. عفوا. هلا بالنسبة للتشوهات الخارجية، مألوف جدا أن يكون في عنا تضيق فتحة البول إن كان عند الأنثى أو عند الذكر، فهذه الفتحة فيها تضيق يكون، وأهميتها عند الأنثى أكثر من عند الأطفال الصغار الذكور، لأنه من أسباب الالتهابات البولية المتكررة. فأول شيء نبحث فيها عند التهاب متكرر عند أنثى، طفلة أنثى، هو أن نستقصي فتحة البول هل هي متضيقة أو لا. هلا في عنا إضافة لذلك في شيء اسمه الإحليل التحتي. نعم. أو التحتاني بسموه أحيانا، وهي أن تكون فتحة البول ذكرناها سابقا ليست في مكان الطبيعي في رأس العضو التناسلي، إنما خلف هذه الفتحة أو خلف المكان الطبيعي، وقد تكون حتى في نهاية القضيب عند قريب بين المساء بين المنطقة بين الخصيتين وبين القضيب تماما. وطبيعي هنالك عمليات جراحية دقيقة وتجميلية تعتبر. نعم. ونفس الوقت مهم جدا ليستطيع الطفل في المستقبل أن يتبول تبول طبيعي. نعم. لن نتحدث بالتفصيل لأنه يعني مجال لحالة بده حلقة كاملة. مؤكد هذا الشيء. هلا في عنا إحليل فوقي بدال تحتي، إحليل فوقي، فتكون الفتحة في ظهر القضيب. نعم. هالحالة تترافق في معظم الأحيان مثل ما كمان ذكرنا المرة الماضية بشيء اسمه انقلاب المثاني الخارجي، يعني بيكون المثاني مفتوحة، جدار البطن في منطقة المثاني لا يوجد غير موجود، وهي حالة يمكن صعبة يعني صعبة ومعقدة. نعم. وطبيعي في لها إجراءات خاصة إنما ليست بالسهولة. هلا في عندنا شيء اسمه دسامات الإحليل الخلفية، يخلق الطفل أو يولد وقبل المثاني إذا أخذنا الإحليل من الخارج إلى الداخل يوجد صم مثل حاجبين صغار دسامات،
هذه الدسمات تغري خروج البول، هاي بقايا جنينيه بنسميها. نعم. وكثير مهم، هاي بصير في صعوبه بالتبول ويؤدي الى انه المسائل تمتلئ بالبول، ما بتنفرغ انفراغ كامل، وعند هذا الطفل الصغير اللي بتاثر من اي شغله فممكن بقاء هالكميه الكبيره من البول ينعكس على الكليتين ويؤدي الى استسقاء فيهن وبالتالي قصور كلوي. هلا في عندنا تضيق في عنق المثاني ايضا، محل ما بيطلع البول مباشره من المثاني الى الحليل، كمان هذه مشكله اذا اهملت تؤدي الى مشاكل كثيره. بالمثاني بالذات في عندنا شيء اسمه القيلي الحالبيه، اثناء دخول الحالب بالمثاني فتحه الحالب مثل ما في تضيق فتحه البول او الحليل الخارجي. نعم. فممكن يكون فتحه هذا الحالب متضيقه جدا جدا، او احيانا تكون مغلقه كاملا. في حالة إذا بالحالبين مشكلة فمعناتها في قصور كلوي فورا. إذا جهة واحدة وعم البول عم يمرق فيه الفتحة وإنما صغيرة، يؤدي إلى انتباج في الغشاء المخاطي للمثاني عند دخول الحالب فيها. وهذه مشكلة ممكن علاجها، وما ممكن عدم الانتباه لها لفترات طويلة إلا إذا صار في التهابات متكررة ونبحث عنها، أو خلال الإيكو صار منتشر واي فحص طبي بسهوله عم يطلعوا الايكو، فممكن كشفها وعلاجها كمان لها اصول الجراحيه للعلاج. نعم. في ذلك في عنا ان تكون عكس تضيق هذه الفتحه، هناك فتحه واسعه، هذه بنسميها دخول غير طبيعي للحالب في المثاني، لانه الحالب له فيزيولوجيه خاصه، دخوله يجب ان يكون بشكل مائل ويخترق جدار المثاني بين العضلات وبين الغشاء المخاطي مسافة شيء 2 سنتي، فإذا دخل بشكل عمودي لا يستطيع البول أن يعود، لا يستطيع المثاني أن تحافظ على البول فيها، فالفتحة تكون واسعة ولا يوجد هذا الصمام الطبيعي الموجود خلال السنتيين اللي الحالب ضمن العضلات المثانية العضلة المثانية، فيرجع البول أثناء التبول إلى الحالب وبالتالي إلى الكلية. طيب دكتور، يعني هل هناك حالة الآن مستعصية أمام الجراحة بأي مكان بالعالم لهذه التشوهات، أو هناك حالات معينة من تشوهات خلقية صعبة جدا الجراحة تكون عاجزة عنها؟ هلا في أنه مستعصية لا، بس أنه صعبة أكيد، مثل ما حكينا على انقلاب. نعم. المثاني، هاي موضوع صعب يعني تجميلي بولي جراحي على كل المستويات. فكل هالحالات اللي عم نحكيها قابلة للعلاج الجراحي والنتائج جيدة تماما، وهذا أحد الفروق بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة اللي تمتلك الإمكانيات التقنية والخبرة الكبيرة في هذا المجال. فلذلك الأطفال يولدوا ومتى يكشف في معظم الحالات تشوهاتهم الخلقية، ويمكن معالجة هذه التشوهات وعودة الطفل للحياة الطبيعية، وبالتالي ينجح الأهل وينجح الطبيب ويكونوا كلهم سعداء في أن يعيدوا هذا الطفل كان مهدد في حياته يعيش طبيعي مثله مثل الآخرين. فمثل ما قلنا، هذا الجذر المثاني الحالبي، عودة البول من المثاني إلى الكلي، قد يكون بالجهتين وقد يكون بجهة واحدة. وإذا لم يكشف تماما من خلال الالتهابات المتكررة البولية وما تراجع لحاول، أنه في نسبة كبيرة من هذه الجذر المثاني الحالبي يتراجع تلقائيا خلال السنة الأولى إذا كان البول عقيم ما في التهابات. نعم. فلا بد من عمل جراحي أيضا وناجح. هلأ إذا خرجنا إلى الكليتين، كليتين لهم تشوهات كثيرة الحقيقة، مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية كمان أنه انعدام تكون الكليتين، عدم وجود كليتين نهائيا، هذا يؤدي إلى موت الطفل حتما، مؤكد. لأنه ما راح تحسن تعمل زراعة كلية لطفل جنين لسه في بطن أمه، فغير قابل للحياة. في عنا الكلية عديدة الكيسات، تحدثنا بعض التفصيل المرة الماضية عن هذا الموضوع. هلأ بدنا نفرق في كيسات كلوية، الكلية توجد فيها كيسي أو كيستين أو ثلاث، مجهول السبب، ما معروف ليش هذه الكيسي بتظهر، إنما سليمة يعني لا تؤذي الكلية. كنا سابقا قبل 30-40 سنة أي كيسة كلوية يجب أن نفتح جراحيا ونستأصلها كاملا، خوف من أن يكون ورم ضمن هذه الكلية في داخل الكلية. ولكن هلأ بوجود الإيكو والمرنان والسي تي وكل هالوسائل التقنية التشخيصية، ما عاد في حاجة الدخول على الكيسات الكلويه جراحيا، لانه اتضح انها ليست يعني ينبر جدا جدا ان يكون في ورم داخلها.
وإذا كان هذا الموضوع موجود فيمكن كشفه وقت من الدخل على هذه الكيسة الكلوية، وإلا ما في لزوم للتداخل الجراحي لأنه سليمة. عكس الكلي بوليسيستيك كيدني، الكلي اللي بتخلق وكلها كيسات بالمئات مثل ما قلنا من رأس الدبوس إلى حد كيسة بحجم الجوزي أو أكبر. وهذا البوليسيستيك كيدني أو الكلية عادية الكيسات خلقية مزدوجة دائما بالطرفين ووراثية لما يكون بالعائلة فيه حدا معه هذا المرض. وممكن هذه تواكب الشخص طوال مراحل عمره؟ تماما. بالبداية ما بيشعر المريض بشيء، يعيش مثله مثل غيره. بس ما أنه أن السجل الكلوي مثل ما حكينا كمان مرات نرجع للماضي، نعم. إذا حدا الأمور هي مرتبطة أنه السجل الكلوي، نعم. متوزع بين هالكيسات وبالتالي وظيفته تكون ضعيفة. ومع تقدم العمر حوالي 40-45 حد أقصى 50 يدخل معظم المرضى في شيء اسمه قصور كلوي. وقبل عصر الزرع كان مشكلة ما في شك، يتطور القصور الكلوي إلى فشل كلوي وبده غسيل كليتين، وهذه المسيرة مسيرة العذاب والعلاج المضني. ولكن حاليا يمكن اللجوء إلى زرع كلية وحل هذه المشكلة لهذا المريض، كمان صار في إمكانية لحلها. هلا عندنا حالة فينا نقول نادرة شوي ولكن مهمة من ناحية أخرى، وهي الكلية الهاجرة. صحيح نحن نسينا نذكر من التشوهات الجهاز التناسلي الخصية الهاجرة، معروف الخصية الهاجرة اللي ما نزلت بعد على كيس الصفن، ففي قد تكون خصيتين أو خصية واحدة. هلا لا، في عنا الكلية الهاجرة. الكلية في موضوعها مثل ما حكينا كمان من عدة حلقات تتوضع أمام الظهر خلف جدار البطن، وتكون القطبين العلويين نحو الداخل والسفليين نحو الخارج، وتخرج من الحالب والحويضة والحالب إلى أن يصل إلى المثاني. نعم. الكلية الهاجرة جنينياً لا تسير المسار الطبيعي لتأخذ موضعها الطبيعي تحت الطحال على اليسار وتحت الكبد على اليمين، تظل في الحوض في أسفل الحوض، وتأخذ التروية الدموية ليست من الأبهر والأجوف السفلي إنما من الأوعية الحرقوفية اللي بتكون متشعبة من الأبهر ومن الأجوف. نعم. هذه الكلية أهميتها وين؟ قد تكون وحيدة، قد تكون كلية حوضية يعني هاجرة بالجهتين، وقد تكون كلاهما في جهة واحدة وملتحمات مع بعضهم البعض، وتكون تشابك حالب العلوي يأتي المثاني مثلا بالأيسر، بينما الثانية اليمين وهربانة جاي على اليسار ملتحم مع رفقتها فحالبها يذهب إلى الطرف الأيمن. نعم. تكون معقد. المهم جدا إذا ما انتبه الطبيب أن هنالك كلية حوضية ووحيدة، وخاصة زملائنا أطباء النسائية، مفروض مثل ما قلنا هلأ بوجود الإيكو هالأمور ما لازم يعني. نعم. أما سابقا كان في ضحايا وفي حالات مؤسفة جدا أنه أثناء عملية استئصال رحم مثلا وجد زميلنا طبيب النسائية كتلة بجانب الرحم استأصلها أو شيء مثلا وطبيعي الاستئصال النسائي في أحيان كثيرة بيكون مليء بالدم، يعني عملية نازفة وبلاقي كتلة تانية، فقد يخطر بباله أنه هذه كتلة سرطانية مو مألوفة الكلية تكون موجودة، فيستأصلها وهي كلية وحيدة، فيدخل المريضة في حالة قصور كلوي، ولما ما كان في غسيل وما كان في شيء فالنهاية يعني مؤسفة جدا. لذلك حتى في العصر الحالي مفروض الطبيب يأخذ بالعين الاعتبار هالاحتمالات النادرة أنه قد تكون موجودة. نعم. فإذا حصل وشاف أنه في مثلا كتلة وما بيعرف سابقا وضع الكليتين ما يستعجل ويقول هذا فعلا ورام، خليني خلص طالما انا فاتح الجرح وفاتح، خليني اريح المريضه من هذه الكتله السرطانيه. هو اساسا الشخص اللي يفوت الى صاله عمليات تعمل الى فحوصات طويله عريضه، مفروض يعني انه ينكشف مفروض. كل يعني طبيب اللي يعمل عمليه يعرف كل شيء عن تاريخ المرض ايضا. لا يمكن ان نسقط هذه المعلومات على دوله متقدمه مثل امريكا ولا اوروبا، اكيد مفروض هالشيء يعني ما بجوز انه يحصل، ولكن في دول ناميه فيها ما يزال الحروب والمجاعات والأوبئة وظروف الصحة، كنا نحن بأوضاع جيدة إن كان بالعراق مثلا أو بسوريا. نعم. ولكن هلأ حاليا أكيد في مناطق تحتاج للرعاية الصحية، تحتاج لوسائل التشخيص يمكن تكون معدومة تماما، فبيرجع الواحد يذكر
ونرجو أنه ما يصير مشاكل إن شاء الله أكيد طبعاً أبناء شعبنا، ولكن صار مهدد المجتمعات الفقيرة والدول الفقيرة بحالات مثل عمالي نذكرها نحن للأسف فعلاً. طيب دكتور، يعني يتبادر إلى ذهني سؤال، يعني سؤال أخير، أنه اليوم مثلاً هذه الأمور اللي هي التشوهات الخلقية للأجنات أو الأطفال اللي يظهرون، يعني جرد تشكل خلينا نقول معالجتها وتجنبها عبء على الاقتصاد العالمي أو شيء من هذا؟ ما بتصور فيها يعني كون هي ما هي مألوفة كتير، يعني نادرة، يعني مثل ما قلنا نادرة 3% من الأطفال كلياتهم، ما هي النسبة الكبيرة جدا. حالات القلب العادية واحتشاء القلب وارتفاع الضغط الشرياني والسكتات القلبية تكلف أكثر بكثير، سيما أنه الأطفال هدول معظمهم بيكون أطفال تشوهات الخلقية، والأطفال ما هن منتجين في المجتمع، بينما أنت لما عم تحكي على احتشاء قلب أو سكتة دماغية ومشاكل ذلك كلهم كبار بالسن، سينعكس على العمل وعلى الاقتصاد الوطني. فلذلك الخسائر المجتمع في من حالات الأطفال أقل بكثير من المشاكل بعتقد عند الكبار وحتى أيضا لا تشكل عبئا على الموضوع الرعاية الصحية أيضا هيك. يعني الرعاية الصحية أكيد، يعني أي رعاية بتقدمها أنت في إلها ثمن، ولكن أنت هذا الطفل اللي كان مهدد مثلا بالوفاة لما عم تقدم له أنت ولو في عندها تكلفة مادية عم تكسب فرد منتج للمجتمع في المستقبل مؤكد، ولو خسرت عليه هلا ربحك في المستقبل مضمون بالتأكيد، استثمار أكيد التنمية البشرية. إذا طبعا دكتور كرم حنا أنا أشكرك جدا على حضورك اليوم وعلى هذه المعلومات الغنية والمفيدة واللي أكيد استفادوا من عندها مشاهدينا الأكارم. شكرا لك دكتور، نتأمل ذلك، شكرا كمان لاستضافتكم. شكرا إلى مشاهدينا، كنا مع اختصاص جراحة المسالك البولية والتناسلية الدكتور كرم حنا الذي تحدث اليوم عن موضوع التشوهات الخلقية في الجهاز البولي. نأخذ فاصل إعلاني من بعد مستمرين بتكملة فقرات برنامجنا الصباحي.